اهلا بيكم، برحب بكل اللي بيتابعوني. النهارده هنعمل طريقه البانيتوني على الطريقه الايطاليه، بس بطريقه بقى سهله ومختصره جدا وبسيطه. عندي في بوله فيها 50 جرام زبيب، احط عليهم ميه دافيه علشان يسيبهم يتنقعوا شويه. في بوله هرفع نص كوبايه من الزبده، يعني حوالي 110 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه. ارفع عليها بشر برتقال، وارفع 4 صفار بيض، ارفعهم بالتدريج مع التقليب. هنحط بولة تانية، هنحط دقيق، وهنحط عليهم نص كوباية سكر، هي حوالي 110 جرام. هنحط معلقة ونص من الخميرة، معلقة صغيرة ونص من الخميرة. نخلط المقادير دي الجافة مع بعض، نرفع عليهم مقدار المية بالشكل ده، ونرفع عليهم معلقتين صغيرين من العسل النحل، ادي معلقة، تمام، ادي التانية، معلقتين بس صغيرين بالشكل ده. نقلب الخليط ده مع بعضه، خلاص كده الخليط كده جهز عندي. اكون بقى محضرة لخليط الزبدة وبشر البرتقال وصفار البيض، ارفعه بالتدريج، يعني ارفع جزء من خليط الزبدة على خليط الدقيق اللي احنا عاملينه ده، ونقلب. نرفع كمية تانية، نرفعه على 3 مرات مع استمرار التقليب لحد ما نوصل لعجينة تكون ستيكي شوية تلزق معانا. اهي بالشكل ده ابتدت تلم. عشان ما اطولش عليك الفيديو، انا هرفع بقيه المقدار واوريها لكم بعد اما رفعت خليط الزبده كله. اهي خلطتها، ابتدت هتلم معايا. في الوقت ده هرفع فواكه مجففه، عندي اللي هو المشمش المجفف هكون مقطعاه قطع صغيره، والزبيب اللي انا نقعته في الميه اهو برضو هرفعه، ونشيل بقى السباتولا دي ونبتدي نلم العجينه بايدينا كده علشان نوصل ل القوام اللي احنا عايزينه. شكل العجينه اللي انا وصلت له، عجينه ملزقه تماما مش متماسكه، وده الشكل اللي انا عايزاه. اخد العجينه، اكون محضره بوله دهنها بس زبده، دهنه خفيفه من الزبده، واحط فيها العجينه واغطيها زي ما احنا شايفين اهو كده. اهو حطينا العجينه في بوله ما تكون مدهونه زبده، اغطي البوله دي بستريتش فيلم او اي غطاء بلاستيك، بحيث ان هي اسيبها تخمر لمده ساعتين. بعد ما العجينة خمرت معايا، احطها على سطح الرخام عندي، وارش العجينة بدقيق قليل قوي بحيث بس يساعدني ان انا لم العجينة واقدر اشكلها على شكل كورة. بعد كده احط العجينه في قالب صغير مقاس 16، واكون حاطه فيه ورق زبده، ومثبته ورق الزبده ده عشان يثبت وما يتحركش معايا، بكون حاطه ماده دهنيه بس بتخلي ورق الزبده يلزق كويس في القالب وما يتحركش، وبرده بعلي الجوانب بتاع ورق الزبده زي ما احنا شايفين. اسيبها تخمر، وبسيبها تخمر وهي جوه القالب وما غطيش العجينه. انا عايزه تتكون سطح ناشف شويه، يبقى سطح العجينه من فوق ناشف شويه، واعمل شكل كروس زي ما احنا شايفين بالسكينه، واحط على وشها قطعه زبده صغيره، واحطها في الفرن على درجه حراره 170، من 170 ل 180، هتقعد حوالي من 50 دقيقه لساعه. هي استوت زي ما احنا شايفين، نخرجها من القالب بتخرج بمنتهى السهوله. شايفين طبعا هي عاليه ازاي، وده العلو اللي احنا بنقول عليه، وهي دي البانيتوني الايطالية الشهيرة. نقدمها مع بعض، طبعا بنشيل ورق الزبدة اللي هو تحت ده، شايفين هي عالية ازاي، وده الارتفاع اللي احنا عايزينه. اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها. طبعا احنا مقدمينها هنا وسط شرايح برتقال، لان الوصفة داخل فيها بشر برتقال. نقطع منها شريحة وبرهلكوا قد ايه هتبقى هشة.